بما ان انت كنت امبارح موجوده بقى، لان في قلب كلام، الحدث. بصي بقى انت طبعا ست اللي عارفين اكيد الفرجه في التلفزيون ليها بهجتها وليها لطافتها وقاعده باريحيه وشايفه زوايا مختلفه الى اخره، ولكن لا يعلى عن الوجود في الاستاد. الاستاد متعه، الاستاد قصه ثانيه. شفتيه امبارح مبدئيا الاستاد طبعا قصه ثانيه يا كريم، انت بتبقى قاعد والناس جنب بعض، احنا كنا قاعدين كلنا جنب بعض. طبعا كان في اسماء كتيره جدا، كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو وكابتن وليد مبروك ومجلس الاداره سياده الوزير عمرو فاروق والاستاذ طارق قنديل وخالد مرتجي وسراج وجرحي، كان كل الناس كانت موجوده امبارح، مش عايزه انسى حد. وطبعا زميلنا العزيز شريف فؤاد واستاذ جمال جبر، بص كلنا كنا قاعدين بقول لك إيه؟ عيله واحده. استني بقى، ايوه هغنيكي في الحته دي بس عن الكلام في الحته دي، وبعد كده هنرجع نسمعك. شوفي معانا الصوره دي. ايوه الله. الصوره دي كانت بعد يا كريم، بعد المباراه، بعد الفوز الحمد لله، وجت تلقائيه، احنا كلنا لقينا بنهني بعض. فجاه جرحي قام طلع، وجرحي معروف طبعا يعني سياده النائب محمد الجرحي معروف بالسيلفيز بتاعته في الماتشات، كان سيلفي جميل جدا، وكل الناس اتجمعت كده بغير فيها من غير ترتيب. بس بجد الروح امبارح كانت حلوه جدا، المدرجات كلها كانت يعني انت مش فاهم التشجيع كان عامل ازاي. التشجيع كان عامل ازاي؟ لا يبقى نشوف بقى المستند الثاني اللي حاضر معانا. معلش برضه انا ما اعرفهاش، ناخد فكره مع بعضينا. ده هنا طبعا كابتن وليد، وطبعا عضو مجلس اداره مي عاطف، شخصيه جميله جدا، انا امبارح اتعرفت عليها اكتر. يعني بصوا من الاخر امبارح كنا بجد كلنا بنحتفل بشكل كان حد من ولادنا كسب حاجه بجد والله العظيم، حاجه كانت امبارح حلوه، روح جميله، الناس كلها بص ما فيش حد كان ما بيتنططش في طبعاً المدرجات طبعاً، الناس كلها كانت طبعاً مبسوطه، مشهد جميل. بس هنرجع نقول تاني، انا مش بقول لك ما نفرحش، بس لسه كريم انا خايفه يتكرر تاني موسم فات، انا عايزه كده احنا ماشيين حلوه قوي، الحمد لله ربنا يكملها على كده. التركيز اللي شفناه في الملعب اكتر من رائع، الاداء اكتر من رائع، كهربا ولا اروع، كهربا ولا اروع يا جماعه، كهربا بيعود وبيقول للناس كلها انا اهو. عارف انت دايما يا كريم انا بحب، ودي كلمتي يعني الى حد ما، يقول لك الرد على الارض، انا بحب جدا الرد على الارض، اللي عايز يقول حاجه يقولها يا جماعه، اللي عايز يقعد يرغي وسوري يهري يعمل، ده مش مشكله خالص، بس الرد دايما على الارض. كهربا ناس كتيره جدا جدا كانت مش متوقعه ابدا، ما كانتش بتتمنى ليه كمان بالمناسبه ان هو يكون متالق بعد عودته وبعد فتره الغياب، ومش مشكله فتره الغياب كان سببها ايه، بس فكره ان هو يعود يا كريم بالروح دي بالجداره دي بالاداء ده، شابوه شابوه كهربا، محمود كهربا اكثر من رائع. عوده محمد شريف مره كمان للتالق اللي احنا نعرفه عليه، ده مكسب كبير جدا، ناس كتيره كانت برضو تقول لك محمد شريف مش زي الاول. كل اللعيبه بتوعنا امبارح يا كريم، حتى لو كان الشوط الاول مش اللي هو، بس كل اللعيبه قدرت ان هي تخرج من المباراه دي بترد على كل حد كان بيشكك في فريق النادي الاهلي. خلي بالك الشوط الاول كان مش اللي هو من الناحيتين للامانه، كان في تحفظ متبادل طبعا، وده كان الى حد كبير متوقع ومنطقي انه يحصل، لكن مع بدايه الشوط الثاني اوه حضرتك بقى تابعته بقى وشفته الدنيا كانت عامله ازاي. فكره ان محمد شريف من لمسه واحده بيسجل هدفين، وحته لمسه واحده دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كام مره، مليون مره، في حته ان في فرص مهدره كتير نتيجه التاتش الاخير. لا التاتش الاخير امبارح لساعات محمد شريف كانت حاجه عبقريه. حمدي فتحي لازم يتوقف، لازم يتوقف عنده ونتكلم عنه في حلقتنا النهارده. الحقيقه امبارح شفنا اداء اكتر من رائع، وبالمناسبه كلمه الاداء الرائع دي تنطبق على كل لعيب امبارح، الكل كان بيلعب بقلب وبالقتال وبروح قتاليه وبحميه وبشغف وبكل حاجه حلوه نتجت عنها السيمفونيه اللي تبعناها. دي حاجه اكيده اعتقد كمان، يعني انت خرجت بمكاسب كتير. انا مش عايزه انا وكريم نحرق كل حاجه في اول يعني او الانترو بتاعنا، عندنا تفاصيل هنتكلم عن كواليس، هنتكلم عن فنيات، هنتكلم عن حاجات كمان يمكن ما ظهرتش امبارح على الشاشه لحضراتكم، بس عندنا معلومات بيها، فكل ده هنتناقش فيه. لكن بجد امبارح انا عايزه اقول احنا خرجنا بمكاسب كتيره جدا، عندك مدير فني اكثر من رائع امبارح بجد، كولر يعني عمل اداء محترم جدا جدا جدا، اعتماده كمان على حمدي فتحي، الناس يعني زي ما بيتقال كده كان التركيز مع قفشه، جاء على حمدي فتحي اخذ المركز بتاع قفشه، او يعني اخذ الجيم من قفشه الى حد ما. فانت عندك تحركات حصلت غير متوقعه في الشوط الثاني تحديدا، حتى لو انت بتتكلم التبديلات كانت يعني متاخره، بس كل اللعب كان اكثر من رائع، اعتمادك على السكواد الاساسي برده كان اكثر من رائع، الشناوي كمان كان ممتاز بصراحه. بص كل حاجه امبارح كانت حلوه، الجماهير كانت احلى حاجه يمكن كمان في المشهد امبارح، فالف مبروك علينا.
ونكمل بقى على كده. مهم قوي كريم ان انت تكمل على كده، لان النجاح اكيد زي ما احنا بنقول سهل الوصول ليه، لكن ان انت تحافظ على هذا النجاح هو ده، او هي دي النقطه. صحيح. فنستمر بس بده، لان احنا ما عندناش برده، حتى لو احنا دلوقتي متصدرين جدول الدوري طبعا وبفارق اهداف رائعه جدا، بتتكلم اهلي فيوتشر يعني بيراميدز وبعد كده الزمالك، رائع جدا، بس لسه ده مش مقياس. نتمنى ان احنا نكمل على ده، ويمكن ده كلام كابتن سيد عبد الحفيظ تحديدا امبارح يا كريم، بس ان شاء الله يعني كان عنده اكتر من نقطه هنناقشها برده. بس هو قال كذا حاجه بصراحه مهمه جدا، ان احنا مش عايزين نتسرع بالفرحه والخلاص الفوز يعني، لا لسه المشوار طويل، بس من حقك اكيد ان انت تفرح بفريقك وتفرح دلوقتي بالاداء اللي انت بتعود ليه مره تانية، والروح اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي. برده اليو ديانج كان امبارح متالق يعني، مان اوف ذا ماتش طبعا. لا امبارح لو قعدنا ركزنا وكانه في كاميرا مستقله بتمشي ورا كل لاعب على حده، هنلاقي ان مش بس مفيش حد قصر، لا هنلاقي ان كل اللي كانوا موجودين امبارح في ارض الملعب كله بذل اقصى ما عنده وبقلب وبروح قتاليه فظيعه. امبارح شفنا كوره حلوه، شفنا جمل تكتيكيه حلوه، شفنا حاله من الروقان كده برغم تنشنت وشدت المباراه، لكن في الشوط الثاني في وسط المطحنه اللي كانت حاصله كان في روقان وكان في تمريرات حلوه، كان في كرات حلوه امبارح شفناها استمتعنا بيها، شفنا اداء ممتاز من كل اللعيبه الحقيقه. طبعا الثلاث اهداف بدايه كلام كده احلى من بعض، يتقال عليهم مزيكا. طبعا حمدي فتحي، رجوعا لحمدي فتحي، استلم الكوره يعني على صدره ورفعها لكهرباء اللي سجل طبعا الهدف الاول براسيه منه، لمسات محمد شريف السريعه طبعا يعني ما كانش بيفكر الحقيقه، كان بيسجل من لمسه واحده. ممكن نلخص الماتش الى حد كبير في انه يعني كان حقيقي مولع في النص ساعة الأخيرة اللي كانت فيها أو اللي شفنا من خلالها الأهداف والمهارات العالية جدا. عايزين نتكلم طبعا عن اليو ديانج اللي بيلعب كالعادة بروح قتالية عالية جدا، مخيف لما بيكون فايق ورايق بيعمل فرق كبير جدا، طبيعي أنه يستحق أنه يكون مان أوف ذا ماتش. حمدي فتحي عمل شغل يعني رائع جدا، كان سابق الوقت دايما وكان بيصارع قبلها كمان يعني مع الإصابة عشان يلحق يشارك في هذه المباراة ويصر على اللعب كأساسي وينزل يموت نفسه الحقيقة في الملعب كالعادة ويتواجد في كل مكان في الملعب ويساهم في الثلاث أهداف باتنين أسيست وتمريرة ساهمت في أسيست لعلي معلول. طبعا شكرا حمدي فتحي، شكرا لكل اللعيبه. بكده بقى حضرات بيرتفع رصيد النادي الاهلي ل 34 نقطه على صداره ترتيب جدول مسابقه الدوري. انتهت الجوله ال 14 واحنا دلوقتي في طريقنا لماتش البنك الاهلي بعد بكره ان شاء الله يوم الثلاث، اكيد في الجوله ال 15 من الدوري الممتاز. اللي حصل ده زي الفل، اللي حصل ده عايزين نحافظ عليه وننطلق لما هو ابعد كمان انطلاقا من اللي احنا شفناه في ماتش امبارح. طبعا اكيد حافز مهم جدا للي جاي وبطبيعه الحال يعني او نقدر نقول ولا سيما لمشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بص الروح المعنويه بتفرق بشكل كبير طبعا. جدا انت دلوقتي لما بتروح ورايح نفسيا مرتاح ومبسوط وفايز او محقق نجاحات، فده بيفرق بشكل كبير جدا، وقلنا الكلام ده قبل كده. وفكره برده دخول 2023 واول مباراه لعبناها برده فوزنا فيها، وبدايه الموسم ده محليا وافريقيا برده كانت ضربه حظ اكثر من رائعه، انت عملت شغل الحمد لله كويس جدا. فطبعا الحظ والحاجات اللي زي كده مش كل الناس بتؤمن بيها، بس موجوده برضه. لما تيجي تتكلم في لغه كره القدم، لا على فكره اوقات الكوره بتعاكس دور. الحظ بيبقى مش معاك في حاجات كتيره، في ماتشات كتيره وفي ايام كتيره والفرق كتيره جدا، بس لحد دلوقتي زي ما بيتقال سو فار سو جود الحمد لله. وكل ده هنرجع نقول بمجهود اكيد عظيم وكواليس بتتم على الارض يمكن احنا ما بنشوفهاش، لكن هي موجوده في تركيز في بجد. تاني هرجع اقول تحيه لمارسيل كولر، هذا المدير الفني الذكي الذكي جدا والمتألق جدا، وللواحد اوقات بيبقى يمكن الناس تقول لك انا مش فاهم طريق لعبه، انا مش فاهم التبديلات بتاعته، انا مش فاهم بيفكر ازاي، لكن الراجل ده فاهم كويس قوي هو بيعمل ايه. المهم ان هو يبقى فاهم هو بيعمل ايه، لان ده بيترجم في الاخر باداء وبنتيجه اكثر من رائعين بصراحه. حاجه كانت محترمه جدا امبارح.